امبارح بقى كان يوم يعني اهلاوي باقتدار، كان يوم حلو جدا امبارح على كل الاهلاويه. الحقيقه الفريق الاول لكره الطايره سيدات بالنادي الاهلي توج بلقب بطوله الدوري العام بعد نهايه الجوله الاخيره عقب فوزه على فريق الصيد بنتيجه 3-1. والحقيقه مباراه كانت قويه جدا، وقدموا من خلالها يعني سيدات طائره النادي الاهلي عرض في منتهى القوه، وظهروا بشكل مميز جدا وحققوا الفوز بثلاث اشواط مقابل شوط واحد بفضل الضربات الساحقه، بفضل الارسال القوي، وبطبيعه الحال بفضل الاعداد الجيد لكل اللاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراه. لسه كنت بقول لحضراتكم يعني احنا على مستوى الرياضات المختلفه مش بس كره القدم بنحب ان احنا نركز عليها كمان، خاصه او خاصه في النادي الاهلي، لان احنا عندنا يعني بطولات وتتويج بشكل كبير جدا زي ما احنا دلوقتي بنقرا هذا الخبر. التتويج بالدوري الموسم ده يعني اكيد ليه طعم مختلف. احنا بنتكلم فتره كانت صعبه جدا الفترات اللي فاتت بسبب كورونا، لكن كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره سيدات كان بيتكلم ان الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنيه طوال الموسم علشان ان هم يعني تعهدوا على تحقيق بطوله الدوري عشان يوصلوا سلسله الفوز المتتاليه بالبطوله، واللي بتاتي خلينا نقول بفضل برضو دعم الجماهير ومجلس الاداره اللي دايما بيحرص حقيقي يعني على توفير كل سبل النجاح والاستقرار للفريق. وهرجع اقول تاني ولكل الرياضات التابعه للنادي الاهلي يعني الف مبروك علينا كلنا